احبابنا العزاز رجعنا لكم مره اخرى وصلنا غادي تشاهدوا ديال القيمه ديالهم. حنا دابا غنمشيو للمدينه القديمه من بعد غنمشيو للطحمام من بعد ان شاء الله نديكم معنا راس الماء ونختموا بدار المعنى اللي من هنا. المهم على حسب الترتيب اللي احنا دابا غتشاركوا معنا الجوله ديالنا. دابا من بعد ما تلاقينا واحد جديد الله يعمر هذا اللي صورنا بزاف التصاور اللي زوين انا وسيره ورانا هنايا البلاصه فين غنمشيو. واخا جينا مع اجونس فواياج خدمنا الراس جوستومون جينا مع اجونس فواياج وصلنا اننا شتو الطريق بوحدنا باش نكتشفوا المدينه ونصوروا على خاطرنا ونوريكم داك الشيء على خاطر باش تشوفوا المدينه القديمه ماشي بحال فاس ولا يعني في هذاك الشيء هو زوين. حاجه وحده زعما الصراحه انا كنصلاح بحق الاستيشن يعني كيتلفوكش اللي الصراحه انا في المغرب كنا الله يعمر هذا. دابا حنا الناس اللي كنهضروا عليهم زعما سبيسيال زعما غير كتوقف كتسولو كيوقف كيوريك لا فعلا بحال هما بحال تقريبا الناس ديال المرتوبه باسكو كيتراسو صراحه حتى انا براسي كتحكي يعني انا كنهضر حتى من راسي فوالا. اما زعما الناس اللي شفتهم ما عندهمش هذا المشكل نهائيا كتصوروا حتى كيواجبك الجواب كوم يلفو ويعطيك لا ديريكسيون عرفت كيمشي بحال هكا. الصراحه وبلا مقابل دابا نيت حنا غادي نلقى الحمام كيف كتشوفوا معنا نمشيو لقى الحمام غادي نكون دابا راس الماء حتى غنسالو راس الماء عاد نمشيو لقى الحمام دابا لان هنا غادي صراحة ما بقاش عينا مع التصاور لان عينا التصاور هذاك اللي معنا في لاجونس خلينا غيبقاو يقولوا لكم تصاور بالفلوس هذاك بالعكس الناس الله يعمر هذا كتصور حنا عادي غير هي المعلومه اذا بغيتوا تصوروا فواحد البلاصه راه دابا نبارطاجيو معاكم اللي كنتو تدخلوا لنا انستغرام الا بغيتوا تبارطاجيو بغيتوا تشوفوا زعما غندخلوا ل 25 درهم ولكن غتشربوا عصير بالليل فوالا بحال هي ديك البلاصه اصلا سبيسيالمون فيها ليمون حنا تصوروا دابا في الفيديو تشوفوها سبيسيالمون فيها ليمون ضروري خاصك تكونسومي داك الجو دو رونج الجو دو رونج اللي هو زوين فخي زوين ماشي بودغ ناتشورال يعني كتاخد كونسوماسيون ديال الجو سوار منسو هذا فانتيغ شي حاجه هنايا كتشوفوا بحال كتلقاو عندهم الابواب ديال الشفشاوان بقاو هاد الطبوقه بقاو هاد لي بيجو اللي كيكونوا في مدن العتيقه كاملين فوالا تجي هاد البيبات هادو اللي كتبغيو ديرو سوا ديرو في الثلاجه سوا في البيبان طريبشات المغربيين. هاد البيسات جلي الباب ديال ها هما سويكات الجلد جلي الباب ضربوا لي على اللوينات هذا ريستورون وهاد هاد الغيستورون بحال هكا ديال الشمس كيفكرك فاس ما داك اللي هذيك عقلي لي هاد باش نو وهذا كريم نوتيلا نهار مشينا لفاس فاس بوجلود فاش كنا مزروبين وشريناه ماشي فاس فاس واحد بلاصه كنمشيو لها دائما الصويره كنمشيو لها دائما كيعطيونا وقت قليل للغدا واحد النهار صافي تعطلوا علينا لي كوموند وخرجنا ومشينا خدينا كريب نوتيلا ماشي كريب خدينا كوف طلعنا معنا حتى حنا راه كنديروا لكم فيديوهات عفوين انا كنكونوا ناسيين وكنعاودوا نتفكروا في نفس الوقت حبيبي انا كنفرحش بقول لك دائما الطاقه الايجابيه الطاقه الايجابيه والحقيقه في الدقيقه اللي قال شي حاجه كيعاود يصحى الا تلف الله هاد الطلعه دائما في صفافاس ولا هذا كتكون كتسخف وتبارك الله عمرين دروش زعما الحمد لله على الدار البيضاء بالرباط تمارا الرباط كلها مسرحة مسرحة
دي فوا راه كان تشد لكم غير نص الحاجة، راه المدينة عامرة والزنقة ضيقة، وهاد القطيطة كتقول لكم مرحبا بكم في الشاون. تمنظروا شوية في اللون الأزرق في لون السماء. زوين هاد لي تخيك زرابي التقليدية. وقيلا قالك لالا من انا بلا فيها شي بلا ما ندخلو لها نشوفو راس الماء. راس الماء حنا فايتنا جينا له راس الماء ما حنا طالعين خصنا نسولو سولي شي واحد. شوفوا الطريق ها هي كتشوفوا كلها هكا زنيقات ضيقه وعقابي، ولكن قلنا ملي تكونوا هابطين بغيتوا تهبطوا على وطا حمام وتهبطوا من الطريجات ماشي ترجعوش بنفس. نتمنى تكون اخف. عرفتي حنايا كندوزو من هنا واحد ريحه الخبز كتشهي. اليوم تبارك الله مية في المية راهي وقيلا حسيت بالماء حسيت. شوف 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 ضربوا لي على الألوان الخضر الاحمر. شو هاد الهبيطات هي كلهم هاليين في الزنيقات ديالهم صراحة النظافة حتى هي زوينة كيف راهي تتنقى. الاكل عندهم شهية شو على صويك شحال بزاف الخضر والحمر. This is what we call the sweet canary. مين كيف راه شميت ريحه الماء ما كتشوفوا خا العقابي عقابي صويدلات. صراحه الصناعه التقليديه لا يعلى عليه بالفانتور عرفتي اش كنقلب على دوك الصنيدلات اللي كانت شنو سير كيف ما كتشوفوا معنا هذه المنتوجات اللي غاديين في طريق راس الماء الطريبشات الجليبات. هاد البيضات صار الجليبة شحال كنحلم بها انا نلبسها فوق كنت صغيرة ولا تنشريها، ولكن كيجيو شوية كبار ديال الرجال هادو غير كتصوري بيهم ماشي ما يمكنليش نديرهم حيت تبقاش قاسم مونيكات. حنا الطفلة ديالنا الصافية هادشي تبكي حنا عاد صورنا الفوق داك القليب شكرا. هذا هنايا الطاووس ها هما هنايا كيف ما كتشوفوا جي هاد راس الماء تبغى تخليهم لنا ب 60
شوفوا هذا المنظر، هذا حتى هو درس اييه. هادو لا بغيتو تاخذوا لي سوفونير. حتى اللي بغى شي قطي هو السوفونير ها هو. هما كيف ما كتشوفوا هنا الطريق دراس المو ها هي. حنا هابطين دابا حيت قالوا لنا الا هبطتوا من هاد الطريق هذا باش تخرجوا لنا فوق الطاق حما. ما شاء الله تنخرجوا فوق الطاق حما، غنشدوا طاكسي ونمشيو فين تلاقينا مع الميني بيس لاجونس ديالنا. قالنا حنا ديك ديال شنو هي ديال الجماعة الحضرية ديال المتقاعدين. هادي الطريق كلها كيف ما كتشوفوا معانا هنايا، هادي دار لالا منانا. هادي ديال دار لالا منانا هنايا، راها كتصلح ما دخلناش ليها كيف ما شفتوها في الافلام. راه السودا راها كتصلح صافي. الا بغيتو تجيو هنايا دونك ما بقات حتى شي حاجه هنايا لتحت. دونك الا بغينا نرجعو غنطلعو من الفوق وناخذو طاكسي كيف ما قلنا لكم. دونك هنايا دار لالا منانا ما بقاش فيها. دونك حنايا دابا راجعين. انا بغيت ناخذ شي ساك، ناخذ شي شال، ما غنمشيوش لتما، غنمشيو من تما نخرجوا نركبوا في الطاكسي. عندنا ما نديرو بوطه حمام، بوطه حمام عقلت هي اللي كنا تصورنا فيها شي علامي. صافي ما عندناش غرض، ناخذ شي ساك ديال الشاول. يلا طلعي ضيع. ايوا سي هاند دابا جاها كلاكاج، مع ذلك غتحاول وغتطلع تطلع للترونسبور وترتاح. مهم شفتو دابا معانا دار لالا منانا، دونك ما كيدخل لها حتى شي واحد فيها غيقوص. ان شاء الله حتى تصلح وندخلوا ليها، حنا عمرنا ما دخلنا ليها. هادي شفشاول من الفوق، شوفوا المباني الزرقاء تبارك الله، تقولوا غير السما انعكست عليها. هاهي شفشاول من الفوق. هاديك الطريق كلها نعاودو نرجعوها. وين قبل درس النصيست؟ هو داك الصاك على الزوين ديال بحال ديال الدجي. هو هذا شوفي هذا نمشيلات كاين عنده في ذاك البيض غالب. اه قالك تخرجي من اي بلاصة. دوك شحال دوك السيكل؟ ها هو عنده ها هو ناعس عاوتاني كيقول لكم بسلامة. تلقى آخر مع الشاوي هاك. هنا هي دي صحة القحمام ليها الوكل وحسن عليها الصحة ديال القحمام. هيا كانت هي شي تسقية ارتيزانال ديال الشاوي. لا فين اللي بغاه فيها لي ريستو فيها.